تواصل اللجان المتخصصة بالحوار الوطني اجتماعاتها لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تمت مناقشتها خلال الجلسات العامة، وذلك بهدف صياغة التوصيات النهائية قبل عرضها على مجلس الأمناء. هذا وقد انطلقت جلستان متخصصتان هما الهوية الوطنية ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي، والنظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي. أساس أي تطوير هي الإدارة المحلية والحفاظ على الإنجازات العظيمة اللي بتتم في مصر من الإدارة المحلية، وخدمة المواطن بشكل محترم من الإدارة المحلية، لأن الإدارة المحلية بتمثل كل الخدمات اللي بيحتاجها المواطن من أول ما بيتولد لحد شهادة الوفاة بتاعته، بمرور بمدرسته وشارعه ونارته وكل مشاكله الحقيقة، نظافة المكان وكل دي مشاكل محلية وكلها مشاكل إدارة محلية. بنناقش موضوع يعني مهم جدا فيما يخص الإدارة المحلية، وهو فكرة النظام الانتخابي للمحليات. حقيقة الموضوع كان محتاج دراسة وأثار جدل كبير، خاصة المادة 180 من الدستور كان فيها بعض المتطلبات الدستورية المفروض تبقى متوافرة في المجالس المحلية، من حيث طبعا الفئات المفروض تبقى ممثلة في المجالس دي، سواء كانت من فئات معينة زي العمال والفلاحين أو من حيث المرأة أو الشباب أو المسيحيين وذوي الإعاقة. بالتالي فازاي نقدر نمثل كل هذه الفئات بصورة معينة ونسمح لأكبر عدد برضو من الناس للترشح. عشان كده بدأنا نتكلم في توسع ازاي في تعريف العامل والفلاح بحيث يشمل كل الناس اللي هي اللي ممكن تبقى عندها عمل مقابل أجر معين. آراء بتدور حول أربع اقتراحات. الاقتراح الأول قائمة مطلقة مغلقة، الاقتراح الثاني قائمة نسبية أو قوائم نسبية، الاقتراح الثالث قائمة مطلقة بنسبة 75% ويترك جزء 25% يجمع بين قائمة مطلقة وقائمة نسبية، والرابع قائمة مطلقة وال 25% اللي كنا اديناها في البديل السابق للقائمة النسبية يخصص للفردي. وطبعا كل بديل من دول له مزاياه وله عيوبه. أنا شخصيا يعني بميل للقائمة النسبية لأنها إلى حد ما بتضمن تمثيل عادل لكل القوى السياسية في المجتمع. طرحت مجموعة من التوصيات، يمكن حوالي 17 توصية بشكل مباشر، وسلمتهم للأمانة الفنية للحوار. معظمهم بيدور حوالين التعليم، محتاجين نعمل مراجعة كبيرة جدا لمناهج التعليم، خصوصا مناهج التاريخ، محتاجين نركز على الحقب المصرية بشكل أكتر، محتاجين مناهج التعليم بشكل عام سواء لغة عربية أو تاريخ أو غيره يوضحوا للناس أمور كثيرة، أهمها أنه هناك آخر، أن احنا مش فصيل واحد عايش في المجتمع المصري. الأهم من كده أنه مصر متنوعة، ومصر تحتمل أوجه كثيرة جدا، ومصر ثقافيا عميقة جدا. حالة من التوافق ما بين القوى والتيارات السياسية اللي موجودة على وجوب طبعا تنفيذ الاستحقاق الانتخابي المهم جدا الخاص بالمحليات، لأنه استحقاق تأخر كتير جدا ومطلوب لاستكمال طبعا المؤسسات الدستورية والرقابية خاصة بالمجالس المحلية وأيضا المجالس النيابية. لكن في النهاية يعني جلسة مهمة جدا، احنا بنسمن طبعا مشاركة كل التيارات السياسية سواء كانت المعارضة أو المعارضة اللي موجودة معنا في الجلسة، وإن شاء الله احنا على يعني يقين تام بأن احنا هنصل إلى حالة من التوافق بحيث أن يكون النظام الانتخابي بيتم بشكل أمثل. الحقيقة الحضور تحدث في عدة أطروحات، منها إنشاء يعني أو أهمها إنشاء إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بمسألة الهوية، زي وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأزهر، الكنيسة المصرية، كل دي جهات معنية بمسألة الهوية الوطنية وكيفية الحفاظ عليها. والحقيقة أنه اختصارا للموضوع الهوية الوطنية أو الهوية المصرية الصورة ليست مأساوية ومفيش مشكلة كبيرة فيها، إلا أنه احنا غرقنا في مستوى التطور التكنولوجي اللي وصلنا له والحداثة اللي وصلنا لها، وإحنا محتاجين بالفعل أن احنا نواكب هذه الحداثة ونعتدل في استخدامها. والحقيقة كل جهة من اللي أنا ذكرتهم دول عندها من البرامج والخطط والاستراتيجيات اللي ممكن تسهم إسهام كبير جدا في الحفاظ على الهوية الوطنية. النهاردة دي جلسة مصغرة
ملحقة بالجلسة الرئيسية علشان بلورة التوصيات اللي اتقالت وتنقيتها والخروج بتوصيات رئيسية اللي المفروض هتعرض على الأمانة الرئيسية للحوار الوطني. كنا بنتكلم عن ايه هي ابرز التحديات اللي بتواجه الهويه المصريه وخصوصا عند النشء بسبب انفتاح العالم ووسائل التواصل الحديثه اللي خلت اساليب المعرفه متنوعه جدا. بقينا بنشوف بعض الحملات اللي هي تهدد الهويه المصريه زي التشكيك في اصل الحضاره المصريه، زي بث بعض القيم الغريبه عن القيم المصريه.